هو اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط بمقر وزارة الداخلية، خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع تم استعراض توجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي والمؤسسات الوطنية والدولية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل الذي يتوخى منه جلالة الملك أيده الله أن يكون خلاقا من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. كما تم بهذه المناسبة تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير.